ازيكم حبايب قلبي زيزي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 كتير. يا مساء التكتك، عاملين ايه في البرد ده؟ معلش مش عارفه اصور لكم في المطبخ كتير عشان لسه تعبانه. عايزه اقول لكم الحبه اللي وقفتهم اللي عملت فيهم الكشري دول، تعبت جدا 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 والله. بس انا من الناس اللي مش بتحب الرق ده، يعني طالعه النهارده عشان اطمنكم عليا، نتكلم مع بعض شويه. وحشتوني، وحشني كلامكم الحلو، وحشني كومنتاتكم الجميلة، وبحب قوي لايكاتكم جدا جدا جدا، بتسعدني بجد والله. فربنا يبارك لكم بجد في تفاصيل اللايكات الحلوة اللي بتحطوها. شكرا للكومنتات اللي بتسعد قلبي، وربنا كده يسعد قلبكم زي ما انتم فعلا بتسعدوا قلبي. طب بطمنكم عليا، طلع اقول لكم انا الحمد لله. جيجي ان شاء الله كده هستعد، بس كده صحتي يعني الصحه بعافيه شويه، بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير يعني. فالصحه بالعافيه بعافيه شويه، بس ايه هنستردها ان شاء الله باذن الله. والله العظيم انا لسه مش فكيت السلك، طلع اما شل الشيش اللي كان على بطني، طلع لسه عندي بتاع غرزتين ثلاثه كده لسه ما فكوش. انا عامله العمليه ليزر، منظار قصدي، منظار، بس لسه ما فكش، لان انا كمان ضعيفه، الغذاء عندي ضعيف جدا، ف لسه بقى شويه يعني على السلك. انا وقفت عملت الكشري، الناس اللي قعدت تقولي انت اللي وقفك، لسه قدامك اسبوعين ثلاثه ولسه ما ينفعش تقفي قدام النار وبطنك فيها جرح والكلام ده كله. طبعا انا بشكر الناس دي جدا جدا، بس عايزه برضه ارد عليهم اقول لهم اولا انا ما بحبش الرق ده، وما ينفعش حد يطلب مني حاجه. الكشري ده كان مطلوب تمام من ايدي، فقمت كده، قمت كده تعافيت على نفسي وقمت كده عملت. وبرده هما كانوا بيساعدوني، يعني ماما واختي ووعد كانوا بيساعدوني، يعني بيناولوني وبيعملوني. وقلت ايه، بما ان انا هقف اعمله اصوره كمان للناس تستفيد، علشان خاطر ان هم يعني يعملوا حاجة حلوة انا بعمله حلو ومميز جدا جدا غير اي حد. اللي ما شافش الفيديو هسيب لكم الفيديو في اول تعليق اتفرجوا عليه. كمان عايزين نتكلم على حاجة سألتوني عليها في التعليقات، عشان الأول كده كام حاجة اللي انتوا سألتوني عليها وبعد كده نتكلم مع بعض. ما بطلعش بس ليه؟ أنا مش قادرة أقرأ الكومنتات، فمستنية بس كده شد حيلي شوية عشان أطلع معاكم بس. فبصبركم كده بالفيديو ده أكني معاكم في البث يعني، وبرضو بقرأ التعليقات بتاعتكم وبرد عليها. كان عندي الأسئلة اللي كانت في الكومنتات، سألتوني على الدكتور مجدي عبد الحميد ده تخصصه ايه يا جيجي. احنا شايفين ان هو بيعمل كل حاجة. اولا الدكتور مجدي عبد الحميد ده جماعة يعني بجد بجد، يعني انا مش هقول كده هباء، يعني انا اعرفه من اكتر من 20 سنة، 20 سنة بالظبط تمام، بس هو اكتر قبل من قبل كده بكتير. يعني هو بسم الله ما شاء الله دكتور استشاري كبير جدا جدا جدا، جراحة عامة، تجميل، وحروق، حروق وتجميل، وجراحة مناظير، جراحة اورام. بصوا كل الجراحات تجميل، اكتر حاجة في التجميل، يعني لما بيبقى حد عنده خربوش، عنده فحفرة في الوش، عنده حاجة، ده بيمحي الكلام ده خالص، يعني هو اصلا تجميل يعني. الناس اللي سألوني كمان هو العيادة بتاعته، انا قلت العيادة بتاعته يا جماعة عنده كذا عيادة تمام، بس انا بروح القريبة مني، فالقريبة دي مني اللي هي في السيدة عيشة. برضو انا هحط لكم رقم تليفون علشان الناس اللي مش عارفة تتواصل بتكتب لي في الكومنتات مش عارفين نتواصل، انا هسيب لكم رقم تليفون. رقم التليفون ده للسكرتير بتاعه بتاع العيادة تمام، هو يفيدكوا اكتر. مواعيد العمل، سعر الكشف، ممكن لو عايز تسألي على عملية معينة سعرها ايه تمام. بيعمل فتاء، بيعمل اطفال، جراحة اطفال، فتاء اطفال، فتاء كبار بالشبكة، بيعمل
بيعالج القدم السكري بتكنولوجيا جديدة جدا جدا جدا، جراحة السكر عامة، وبيخلي الجرح يخف بسرعة من غير ما يفحفر ولا يعني يا قدر الله يا قدر الله يحصل بتر أو الكلام ده كله، بتقنية عالية جدا جدا. بيعمل كمان جراحات السمنة طبعا، والتكميم انا ما عملتش معاه ليه التكميم لان ما كنتش اعرف، انا كنت عارفه ان هو جراحه عامه، ما كنتش لان هو كان من ساعه لما كنت عارفاه من زمان ما كانش بيشتغل بالمنظار تمام، فما كنتش يعني المشكله ان ما سالتوش يعني دكتور مجدي حضرتك بتعمل تكميم ولا لا، بتعمل ساسي ولا لا، بتعمل تحويل مسار ولا لا، بصراحة ما سألتوش تمام، فعشان كده انا ما عملتهاش معاه، انما انا عرفت ان هو بيعملها وبيعملها بتقنية كمان عالية جدا 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 من غير اي فتفوتة يعني، وبيعملها زي ما قال الكتاب زي ما بيقولوا، حاجة مظبوطة جدا جدا، الناس كلها اللي عملت معاه مبسوطة جدا جدا جدا، فعلا بتخس كتير قوي 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 قوي، والوزن بينزل بسرعة رهيبة. مبسوط يعني، عنده ناس كتير، بس هو ما عندوش صفحة على الفيسبوك، ما عندوش الكلام ده كله، هو مشغول جدا، شغله جامد قوي قوي، ما عندوش وقت، يعتبر بيشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، ممكن لو رايح بيريح 3 4 ساعات، ان هو راجل معروف يعني، وليه مكانة كبيرة جدا يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، فانا حبيت افيدكم بيه، فانا بس قلت كده على الكومنتات. تعالوا بقى نكمل بقى الحكاية اللي انا عايزة احكيها معاكم. الفيديو اللي انا كنت نزلته بتاع الجزء بتاع المهرجان والجزء اللي هو كان بتاع الكوافير تمام، وقلت هو ده الفيديو اللي جاب اجلي. وناس كتير دخلوا قالوا لي يا جيجي من حقك يجيب اجلك يا جيجي، يعني كنت زي القمر بسم الله ما شاء الله يعني. والله يا جماعة انا مش من الناس اللي هي بتآمن يعني ان طبعا العين مذكوره في القرآن والحسد مذكور وكل حاجه، بس انا بتعامل يعني بنيه صافيه، يعني مش من نوع الناس اللي هو ايه لا داري واعملي ومش عارفه ايه، بالعكس انا معاكم على طبيعتي، لما بيكون في حاجه حلوه بطلع اقول لكل الناس انا مبسوطه انا سعيده انا في حاجه حلوه، لما بكون متضايقه بطلع اقول للناس كلها انا متضايقه يا جماعه مودي مش حلو فيا عليا الكلام ده كله، ما بخبيش حاجه عليكم، قدامكم كتاب مفتوح. ليه؟ لان اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب على طول، فانا بحس اللي بيطلع من قلبي بيدخل قلبكم على طول على طول، سقعينه بصوا لابسه البتاع دي وسقعين، اللي بيطلع من قلبي بيدخل على قلبكم على طول، فعشان كده انا شايفه بس ان الموضوع اللي هو انا قلت هو ده الفيديو يعني اللي انا اتحسدت عشانه، بالعكس انا شايفة اني الحمد لله يعني الحمد لله على السراء وعلى الضراء، الحمد لله على كل شيء، على اي نعمة من عند ربنا حلوة، المرض نعمة، العيا نعمة، البلاء نعمة، بص كل حاجة نعمة من عند ربنا، عشان نبقى عارفين، بس محدش يقول انا تعبان او انا فيا علشان انا عملت حاجات وحشه، بالعكس عايزه اقول لكم على حاجه يعني اعرفوها بقى مني بقى كده، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، كل البني ادم اللي بيقول اي او بي او بيقول او فيا او الم او في اي حاجه وبيقول يا رب تمام، ربنا بيحب يسمعه، فربنا بيديله البلاء علشان يسمعه، عشان دايما يسمعه، عشان دايما يكون قد الثقه دي، ودايما يكون واقف كده جنبه يفضل يقول يا رب يا رب يا رب، عايز عبده يفضل يفتكره تمام. عايز اقول لكم بقى على البني ادم اللي ما بيفتكرش ربنا تمام، ربنا ما بيفتكروش لا بشويه تعب ولا عايز منه حاجه، بل بالعكس ممكن يقول للملائكه ادوله كل اللي هو عايزه، ادوله مال، ادوله صحة، ادوله ولاد، ادوله متعة، ادوله ادوله ادوله، عشان في الاخر بقى احاسب براحتي، انا اديت لك كل حاجة، تعال لي بقى عشان احاسبك براحتي تمام. انما اللي هو ايه في كل مثلا ما يجي كده ربنا يديله بلاء يفتكر ربنا، ربنا لو هو ايه يفضل معاه، ربنا يفضل معاه دنيا واخره، دنيا واخره،
انما التاني ده عارف بيقول لك يعني ربنا لو طال يعمل فانوس فوق راس الكافر، تمام، كان قدله فوق راسه فانوس، تمام، عشان يبعدوا كده عنه خالص وما يطلبش منه اي حاجة، بل بالعكس بقى في الاخر بقى يجي بقى يحاسبه ويقول له بقى تعالى بقى قول لي عملت ايه وسويت ايه والكلام ده كله. فمش اي حد بيتعب او بيحصل له بلاء او بيحصل له مش مصيبة في حياته بتكون عقاب من ربنا، عشان بس نصحح المعلومات، تمام. لا، ده بيبقى البلاء ده حاجة كويسة جدا من رب. الانبياء كلهم كان عندهم بلاءات، مش بلاء واحد، ما كانش ربنا خللنا الانبياء دول عبرة لينا، تمام، في مرض، في صراعات، في حاجات كتير جدا جدا جدا. يعني لحد خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كان بيتحارب من كل الناس وكان على حق، تمام، وكان مش قادر اقول لكم بيحارب زي ما بيقولوا في كل حاجة عشان ينصر الاسلام. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ ما كانش بقى، كان لو كل واحد بقى ما عندوش معاناة في حياته يبقى يعني دي الانبياء نفسها كان عندها معاناة، تمام؟ يبقى كده ربنا ما كانش بيحبها وكان غضبان عليها؟ لا، واحنا طبعا مش انبياء، بس يعني الانبياء كان ربنا غضبان عليهم؟ لا طبعا. انا بس عايزة كل واحد ما ياخدش الامور ان فلان بيضحك يبقى ده سعيد في حياته، فلان عنده وعنده وعنده يبقى ده سعيد في حياته، فلان جاب واشترى وعنده وانا ما عنديش، بلاش الحتة دي، تمام. كل واحد ربنا بيديله حاجة بياخد منه قصادها حاجة تانية، تمام. يديك المال بياخد قدامه البنون، بيدوك البنون بياخد قدامها المال، يديكي كذا ياخد منك الصحة، ياخد منك الصحة يديكي في الصحة، يعني هي ماشية كده، تمام، هي ماشية كده الدنيا. ما فيش حد بياخد كل حاجة، ما فيش حد بياخد. وبلاش يا جماعة نبص في حاجة حد، تمام. انا بتكلم عامة، ما بقولش على حد بعينه، تمام. انا بقول ليه ما نعيش كده في الدنيا، يعني نبقى كده، يعني فينا حب، يعني ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا نبقى بنحب الخير لبعض. يعني انا عن نفسي عمري ما بصيت لعيشة حد، عمري ما قلت اشمعنى فلان عنده وانا لا، عمري ما عملتها، عمري ما عملت الحتة دي ابدا. اي حد كان يعني انا عندي ايه ما عنديش ايه، عمري ما بصيت في الحتة دي. اقول الحمد لله انا احسن من غيري، انا احسن من غيري الحمد لله. وبعدين انا عايزة اقول لكم على حاجة، اللي قدامكم دي جبل، والله العظيم جبل، يعني مش هتعرفوا الكلام ده غير بعدين، بس انا جبل. انا من الناس اللي محبش الرقده، من الناس اللي ما اتولدتش في بقها معلقه ذهب، من الناس اللي شقيت جدا 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 في حياتها من وهي صغيره جدا جدا جدا. عايزه اقول لك ينفع ان انت تدخلي المطبخ وتعملي اكل وانت عندك 9 سنين؟ انا دخلت المطبخ وعملت اكل وانا عندي 9 سنين، تمام. انا المسؤوليه شلتها بدري جدا 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 جدا، شلت مسؤوليه اخواتي كانوا صغيرين وماما كانت تعبانه، وقلت لكم قبل كده هبقى احكي لكم بقى القصه يعني بتاعت ماما وكده، دي عايزه بقى قصص يعني. فلا، اعتمدت على نفسي، انا كنت الكبيره بقى، انا كنت البكريه بقى كده، وكنت لازم انا اعتمد على نفسي يعني. فلا، مش من النوع اللي اتولدت في بقي معلقه ذهب خالص خالص يا جماعه. والله انا لو حكيت لكم حكايتي انتوا يعني مش هتصدقوا، بس هتقولوا انت بجد ازاي بتضحكي كده قدام الناس، انت ازاي بتطلعي تدينا طاقه ايجابيه حلوه قوي كده يا جيجي، ازاي؟ عارفين ازاي؟ علشان عظمي قوي، علشان الدنيا خلاص ما تقدرش تعلم فيا تاني، خلاص بقيت عندي مناعة. عارفين تطعيم الكورونا ده؟ تمام، هما بيدوكي ايه تطعيم الكورونا؟ هو عبارة عن ايه تطعيم الكورونا ده؟ عارفة عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتتحقني بالكورونا علشان لما تجيلك الكورونا
يبقى جسمك مضاد ليها، يبقى خدتي جزء منها، فلما تيجي تخش عليكي بتبقى الصدمة أول مرة تيجي تخش عليكي، يبقى أنت كنت واخدة جزء منها، فالجسم يتأقلم إن هو دخل له شوية كورونا قبل كده، فالدنيا تمشي مع بعضيها. فاهمين الحتة دي؟ فيعتبر زي المصل. أنا بقى خدت أمصال كل حاجة، عشان كده تلاقوني عظمي قوي، بطلع للناس دايما دايما اضحك واديهم طاقة ايجابية. لازم لازم يكون في حاجة اسمها طاقة ايجابية. عايزة اقولك انا كان نفسي اقابل الشخصية بتاعة جيجي دي وانا صغيرة، حبيتها قوي، كنت مبسوطة بيها. عايزة كده اللي يقف في ظهري ويديني طاقة ايجابية. انا بقى اللي وقفت في ظهركم عشان اديكم طاقة ايجابية مهما الدنيا تقسى عليكي ولا اي حاجة. عارفين يا جبل ما يهزك ريح؟ انت كده خليكوا كده قويين، مش عايزاكوا ضعاف، مش عايزاكوا من اقل حاجه تبقى في مشاكل وتعيطي وتنهاري وتعملي والكلام ده كله. بلاش الكلام ده خالص، اوعي تعملي الكلام ده، اوعي. فاهمه يعني ايه اوعي؟ بص اقول لكم على حاجه، اتفه 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 المشاكل ان انت ايه، يعني لو عروسه جديده اتفه المشاكل اللي هي ايه بتقابليها، مش عارفه بقى تركزي وعندك مواعين وعندك غسيل واكل وعيال وشغل والبيت وتودي وتخرجي وتجيبي ومواعيد وضهري وجسمي ومش عارفه ايه، وفي الاخر بتلاقي الراجل ما بيقدركيش فبتعيطي او بيسيبك وبتخرجي، او بيسيبك قصدي وبيخرج، ما بيقولكيش كلمتين حلوين، يروح يقعد مع اصحابه ويعرف بنات مش عارفه ايه ما ادرك ايه، كل الحاجات دي تعمل لك انهيار وتتعبي، وانا اللي شايله المسؤوليه لوحدي. كل ده تفاهات، اقسم بالله كل ده تفاهات. عارفه يعني ايه تفاهات؟ كل ده تفاهات والله العظيم. كل اللي انت تقولي عليه ده تفاهات. انت تبقي بارده كده يا ماما، بارده عادي، جسمك ينحس عادي، خليكي واثقه في نفسك. ودايما بقول لكم صحتكم ثم صحتكم ثم صحتكم. مش عايزه حد يقوم من الساعه 5 الصبح يغسل لي سجاجيد ويغسل لي بطاطين ويغسل لي مش عارف ليه. ضيعي صحتك ليه يا ماما؟ اللي اتعمل اتعمل، ما اتعملش عن امه ما اتعمل، تمام؟ ما تضيعيش صحتك، لا راجل هينفعك ولا عيالك هينفعوكي ولا حد هيشيلك، تمام؟ ايه اللي هينفعك؟ صحتك ثم صحتك ثم صحتك. لما هيبات طبقين في الحوض وانت مش قادره تقومي تغسليهم سيبيهم يا ماما، مش هيحصل حاجه، تمام؟ ابقي اغسليهم الصبح لما جسمك يبقى قادر، ماشي؟ النهارده مش قادره ادخل اعمل الاكل، اي حاجه اقضيها، مش لازم اي حاجه اقضيها، المهم ان انت تبقي نمبر 1 في حياه نفسك. هي دي الطاقه الايجابيه اللي انا عايزه اديهالك، تبقي نمبر 1 في حياه نفسك. ما تنسيش نفسك ابدا ابدا، اوعي تنسي نفسك، ان كل الحاجات دي هتبقى تفاهات. اقسم بالله هتحرقي في دمك على ايه ولا اي حاجه. بصي لنفسك، خليكي ملكه، خليكي برنسيسه، خليكي كده. يعني ليه تطفي نفسك؟ ليه تخلي جوزك يبص لحد تاني بره وانتي ملكه؟ انتي ايه اللي ايه اللي ايه اللي خلاه يتجوزك؟ اكيد في حاجات شدتك ليه وشدك وشده ليكي، تمام؟ رجعوا العلاقات دي مع بعض تاني، حاولي ترجعوا العلاقات دي مع بعض تاني. حاولي ان انتي ما تبينلوش ان انتي دايما مكسوره وان انتي ضعيفه وان انتي تعبانه. انتي تعبانه في شغل البيت؟ شغل البيت ولا اي حاجه خالص، هو المفروض على فكره يشيل معاكي. يعني هو من الصح زي ما هو بيروح الشغل وبيشقى، انت كمان في البيت بتشقي وبتتعبي. زي ما هو بيجي يقول لك انا تعبان ويجي ينام، انت من حقك ان انت تريحي وتنامي كمان، تمام؟ بس تشوفي نفسك، شوفي نفسك، خليكي ملكه، خليكي متوجه، خليكي كده وشك كده منور. قومي كده اغسلي وشك واعملي ميك اب خفيف جميل يبين ملامحك الجميله. سيبكم مني انا عشان انا دلوقتي متدهمله وتحت عيني هالات سودا وفوق جفون، يعني ده بس انا بديكو، بس انا فعلا بحب اعمل كده مع نفسي، ما بحبش ابقى طافيه نفسي، بس انا دلوقتي مش قادره، يعني تعبانه. بس مش انا بديكو الكلام ده وانا ما بعملوش، لا بعمله، بس جلدي كمان لسه خارجه من عمليات يا جماعه، والله والله العظيم لسه خارجه من عمليات، معلش معلش. بس انا بحب دايما ان الست تبقى ملكه،
بحب ان الست تشوف نفسها، ان الست تكون نمبر ون، ما تخليش اي حاجة تهزها. شوفي حالك وشوفي بيتك وشوفي كل حاجة، الحاجات دي بس نمبر ون خليكي انتي. تمام؟ هتقولي ولادي ولادك اقسم بالله اول ما يكبروا، اول ما يكبروا كل واحد هيروح يتجوز، وهيبقى الولد هيبقى مع مراته، وفين وفين لما يجي يسأل عليكي، والبنت هتبقى مع جوزها واولادها، وفين وفين برضو لما تيجي تسأل عليكي، صح ولا لا؟ فانت شوفي نفسك، شوفي نفسك من دلوقتي، هتعجزي وتكبري ودنيتك هتخلص بسرعة. تمام؟ فيا رب كده تكوني فاهمة الكلام اللي انا بقوله ده. فانا بحب اديكي طاقة ايجابية ان الدنيا حلوة والدنيا وردي، واشرب الحاجة الحلوة اللي انت بتحبيها، كل اللقمة الحلوة اللي انت بتحبيها، البسي اللبس الحلو اللي انت بتحبيه، اعملي كل اللي انت عايزاه. الدنيا يا جماعة بنعيشها مرة واحدة بس، ملهاش اعادة تاني، ما بتتعادش تاني، هي مرة واحدة وبتخلص على كده. والعمر بيجري، السنة بتجري ورا السنة ورا السنة ورا السنة ورا السنة، كل ده من عمرنا. هنعجز ونكرمش ونخلص ونلاقي الدنيا بتاعتنا خلصت وكل حاجة انتهت وخلاص، وفي الآخر هنروح للتراب. ولما نروح للتراب هيبقى اللي قاعد لنا عملنا اللي احنا عملناه. تمام؟ طيب ماشي اوكي، يعني الدنيا لازم نكون عشناها بالطول وبالعرض، بس نعيشها برضو ونشوف جزء ربنا محدش يأثر فيه. بس انا بقى شايفة حياتي، يبقى عندي طاقة ايجابية مع نفسي، اضحك اهزر، يكون ليكي اصحاب، ليه ما يكونش ليكي اصحاب؟ يكون ليكي صاحبتك اللي بتتكلمي معاها وتحكي معاها وتقولي معاها، ليه ما يكونش عندك؟ يكون عندك اختك الجميلة اللي بتحكي لها وبتحكي لك، بتقول لك على وجعها وبتقول لك وبتقول لها على وجعك، ليه ما يبقاش فيه كده ان انت تفضفضي؟ تمام؟ عاملوا رجالتكو، تمام؟ عاملي جوزك كصديق، احكي له، ما تبقيش خايفة منه من مرده. تمام؟ حاولوا ان انتوا تتكلموا مع بعض دايما، ان انت تتكلمي هو يسمعك وانت تسمعي، حتى لو ما فيش الحتة دي حاولي مرة على مرة على مرة، هتلاقوا نفسكم بتقربوا لبعض بعد ما الدنيا بتكون بعدت. تمام؟ الدنيا بتبعد، بتبعد بعد الجواز، بتبعد، ده امر طبيعي. يعني بيبقى شايفك انت قدامه كروتين، كحاجة متعود عليها زيك زي اي كنبة او كرسي موجودة في البيت بس، وانت كمان بتبقي مش طايقة تشوفي وشه لاني هو مش مقدر اللي انت فيه. بس كل الكلام ده لازم تتجاوزوه، لازم تتجاوزوه، واول ما تتجاوزوا الكلام ده هتلاقوا نفسكم بتتقربوا لبعض. انت اللي تبدأي مش هو اللي هيبدأ، عمر الراجل ما بيبدأ، الست اللي بتبتدي. عشان كده الجنة تحت اقدام الامهات، الامهات عشان بتستحمل ولادها وبس؟ لا، عشان بتستحمل جوزها كمان. الراجل عامة يعني ان الست تستحمله دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، طباع الرجالة صعبة جدا جدا جدا، فلازم ان انت تستحمليه وتحتويه وتعاملي معاه كانه طفل زيه وزي ولادك بالظبط، احتويه بدل ما حد تاني يحتويه. والكلام ده احنا بنشوفه واقع. يعني انا دخلت لكم في كذا حاجه، بس انتوا كنتوا وحشيني قوي قوي، وطلعت ان انا اطمن عليكم النهارده، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس انا اتكلمت في كذا حاجه النهارده. ان شاء الله باذن الله هحاول اطلع لكم. بس انا كان في كام فيديو كده كنت بصورهم قبل ما اعمل العمليه، كانوا حلويات علشان الكريسماس، كنت عامله شويه حلويات كده، هحاول برضه انزلهم لكم. انا مش قادره دلوقتي اقف في المطبخ، انا بس اللي عملته اللي كان مطلوب بقوه الكشري، وهسيب لكم الكومنت بتاعه، وهسيب لكم رقم التليفون الدكتور مجدي السكرتير بتاعه برضو، اي حد عنده اي حاجه يا جماعه ما يترددش بجد، بامانه ربنا انا بقول لكم على الصح. تمام؟ الا المرض، الا المرض، الا المرض. تمام؟ انا لسه ان شاء الله باذن الله ليا عمليه تاني، ولسه ليا عمليه تالت، بس الحمد لله انا راضيه، بس مش هعمل حاجه دلوقتي، اما ارجع كده جيجي واسترد صحتي، انا صحتي تعبانه جدا، عايزه اقول لكم انا مش عارفه اكل خالص، من ساعه ما عملت العمليه مش عارفه اكل. انا كنت قبل العمليه مش عارفه اكل، بس دلوقتي بقى مش عارفه اكل خالص، يعني بشرب كده بسيط، اكل حاجه بسيطه قوي قوي قوي، مش قادره يعني. فالحمد لله على كل حاجه، وهبقى اطلع اقول لكم على التفاصيل اللي انا فيها باذن الله، والعمليات اللي انا هعملها كل حاجه، وتطمنوا عليا واطمن عليكم. بس انا حبيت ان انا افيدكم، الدكتور مجدي عبد الحميد اعظم دكتور في العالم كله بجد والله العظيم. فلو حتى عنده اي مشكله ما يترددش بامانه ربنا، انا ما فيش ما بيني وما بينكم غير كل حب وكل دعوه حلوه وكل موده.
واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر وهبهركم، يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامة.